طيب ابو اخوي علي المهندس، ننتظر منك مشاركه. اول شيء نسال الله العلي العظيم ان الله يوفقنا ويوفق ولاة امرنا اللهم وعلى راسهم الملك سلمان ولي عهد الامير قائد التغيير وقائد الثوره في هذا البلد، الرجل الملهم الذي اوجه له كلمه سيدي محمد بن سلمان، نحن فخورون بك يا سيدي محمد سلمان. سيدي نحن فخورون بك، فلا يكاد يمر يوم يا سيدي إلا ولك مبادرة عظيمة تصنع بها مستقبل هذه الأمة لتكون قائدة للعالم ولتسترجع مكانتها التاريخية العظيمة. سيدي محمد بن سلمان يقوم بثورة في هذا البلد، يلهم ثورة على جميع الأصعدة الصناعية، البنى التحتية، المشاريع، كله لأبناء هذا الورد، لأبناء هذا الوطن، لبناء اقتصاد مستدام لأبناء هذا البلد، ويقودنا تدريجيا لكي نقوم باعتماد على اقتصاد بديل عن اعتمادنا على النفط. وهذا هي التوجه العظيم للدولة. أقول فيها لك القلب ينبض حبا وتقديرا وإجلالا، يا من نرى فيك عزا يشدو ألحانا، يا نسل سلمان المليك المبجلي وحفيد من أرسل بلادا أمانا، يا من ملكت قلوبنا وأسرتها عشقا وأنت بحبنا والهانا. لله درك يا الأمير محمد، أميرنا محمد صليب الراس، ما ينحني راسه شديد انباسه إلا الرب حي ذاك الراس، يا الله تبطيبه لنا قايدنا، العز والناموس لهن براس، نفخر وتزداد الطناخة فينا من فعله اللي زود الحماس، يا لايمي جعلك حذايا رجوله لا صار ما تفخر بعريب الساس، يا مجدنا يا عزنا يا فخرنا، يا تاج راس الشعب يا تاج راسي، يا بأني يا مجاد ويا محقق أمجاد، جدت فينا الروح وزاد الحماسي، همة وطن يا سيدي ما ترتخي، دامك على راس الهرم وتنتخي، أبشر بعزك عزو تنتارد على روس الطوال فينا، وحنا من حماسك زاد فينا الحماسي. سلامتكم سلامة من يسمع. صح الله لسانك سيف، ما شاء الله تبارك الله. وولي العهد محمد بن سلمان الملهم اللي نقل النقلة النوعية، النقلة الفريدة للدولة، صراحة له جميع وجزيل الشكر والعرفان على ما يقدمه وعلى ما يبذله، ونقول إلى الأمام. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لك يا سيدي محمد بن سلمان. حيا الله أبو بين. في ختامية؟ إيه، بما أن خلاص